بن إدريس الإمام المجدد شيخ الإسلام وغوث الأنام من كرامات اجتماعه بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة وأخذه عنه مشافاة أوراده وأحزابه وصلواته المشهورة. أحمد بن محمد التجاني أبو العباس خاتم الأولياء وجبل الأصفياء إمام العارفين وأحد أفراد أكابر الأولياء المقربين القطب الجامع والغوث النافع وهو شيخي وأنا على طريقته الآن. مولانا طلع سيدي الدردير تيجاني سبحان الله. ومن أعظم كرامات اجتماعه بالنبي صلى الله عليه وسلم وأخذه عنه مشافة ورسلات وحزابه ثم قال به لا فضل لأحد عليك وأنا شيخك. ومن كراماته العظمى قوله قدمي هذه على رقبة كل ولي من آدم حتى قيام الساعة. على رقبة كل ولي؟ اي والله. ومن كراماته العظمى قوله أنا هذا يمكن قصده أبو العباس يمكن عبد القادر الجيلاني. ومن كراماته قوله أنا فاتها من قاف إلى قاف. توفي عام 1230. شلون قدم على رقبة كل